بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأفضل الصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي الطلاب، أرحب بكم مجددا في سلسلة الدروس المصورة لمادة العلوم العامة للصف الثاني عشر أدبي. عنوان درسنا لهذا اليوم: الرسم البياني للمسافة مقابل الزمن. هيا بنا لنبدأ. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادراً على أن أولاً يرسم منحنى المسافة والزمن، ثانياً يعين السرعة المتوسطة من منحنى الموقع والزمن، ثالثاً يعين السرعة اللحظية من منحنى الموقع والزمن، رابعاً يحلل رسوم بيانية للمسافة مقابل الزمن. هيا بنا لنبدأ ونحقق أهداف تعلمنا بحول الله وقوته. التهيئة: تمثل البيانات التالية العلاقة بين المسافة والزمن لعداء في سباق الجري على الطريق. كما تعلمنا في الصف العاشر في مبحث الفيزياء تحت موضوع التمثيلات المتكافئة، فكنا قد درسنا عن مخطط الحركة كما يظهر في هذه الصورة. مخطط الحركة يمكن تمثيله أو التعبير عن الحركة من خلال ملء الجدول التالي. إذن وصف الحركة إما أن يكون من خلال مخطط الحركة كما في الصورة، أو من خلال تمثيل البيانات في جدول، بحيث نضع هنا الزمن وهنا المسافة ونسجل البيانات في هذا الجدول. السؤال الآن: هل يوجد طريقة أخرى لتوضيح حركة العداء؟ نعم، أحسنتم، كنا نمثلها من خلال منحنى الموقع والزمن. ما البيانات التي يمكن معرفتها من التمثيل البياني؟ على سبيل المثال، لو نظرنا إلى الجدول، الزمن 5 ثواني غير موجود، يمكننا التنبؤ بموقع الجسم بعد مرور 5 ثواني من خلال الجدول، أو مثلا عند الزمن 2:25 يمكن التنبؤ بموقع الجسم غير الموجود في الجدول. الهدف الأول: رسم منحنى المسافة والزمن. الآن لننظر، لدينا هذا الجدول يمثل قيم المسافة، وهذا الجزء يمثل قيم الزمن. الآن يجب أخذ عدة ملاحظات بعين الاعتبار عند رسم منحنى المسافة والزمن. أولاً، يتم تمثيل الزمن T على المحور الأفقي X، يتم تمثيل المسافة D على المحور الرأسي Y. إذن الزمن يوضع على المحور الأفقي T، والمسافة توضع على المحور الرأسي D. نقطة بداية الزمن والإزاحة تسمى نقطة الأصل وإحداثياتها صفر وصفر. هذه نقطة الأصل وإحداثياتها صفر وصفر. كل نقطة على الرسم البياني لها إحداثيات تحدد الزمن والإزاحة، أي تحويل الجدول إلى الرسم البياني عن طريق الأزواج المرتبة في الإحداثيات. لنأخذ أولا النقطة صفر وصفر، هذه النقطة صفر وصفر، ثم نصف مع 2، ثم 1 عند الزمن 1 ثانية تتقاطع مع النقطة 4، ثم 1.5 مع عند الزمن 6، ونكمل ذلك لجميع النقاط. ثم بعد ذلك نصل بين هذه النقاط من خلال ما يعرف رياضيا بخط الموائمة الأفضل، وهو الخط المستقيم الذي يجب أن يمر على الأقل بثلاثة نقاط.
إذن هذا المنحنى اسمه منحنى الموقع والزمن. الآن لنأتي إلى غلق الهدف الأول. سؤال: أدرس الشكل الموضح أمامك والذي يمثل العلاقة بين المسافة والزمن لعداء في سباق الدراجات الهوائية على الطريق لمسافة 100 كيلومتر، ثم أجب عن الأسئلة التالية. إذن هذا منحنى الموقع والزمن، هذا الزمن وضع على المحور الأفقي X، الزمن بالساعات، والمسافة وضعت على المحور الرأسي والمسافة بالكيلو متر. أولاً، ما هو موقع العداء عند الزمن 3 ساعات؟ لنأتي، هذا الزمن 3 ساعات، نرتفع للأعلى، يتقاطع عند المسافة 100 كيلو متر. إذن المسافة هي 100 كيلو متر. ثانياً، عند أي زمن كان العداء على مسافة 20 كيلو متر؟ لنأتي إلى المسافة 20 كيلو متر، وبالتالي سوف يكون الزمن 1 ساعة. إذن هذه هي الطريقة لاستخدام منحنى الموقع والزمن. الهدف الثاني، تعيين السرعة المتوسطة من منحنى الموقع، المسافة والزمن. ميل الخط المستقيم يساوي حاصل قسمة المسافة على الزمن، وبالتالي سوف يكون هذا الميل السرعة المتوسطة المتجهة. لننظر إلى المنحنى، هذا منحنى الموقع والزمن، هذا الموقع والزمن، على المحور الرأسي الموقع، وعلى المحور الأفقي الزمن. كما تعلمنا في مبحث الرياضيات سابقا، فإن ميل الخط المستقيم يساوي التغير في المحور الرأسي على التغير في المحور الأفقي. التغير في المحور الرأسي هو عبارة عن تغير في مسافة، إذن بنهاية المطاف هو مسافة، على التغير في المحور الأفقي وهو زمن. وفيزيائيا كما نعلم، فإن حاصل قسمة المسافة على الزمن هو السرعة المتوسطة المتجهة للجسم، لذا ميل الخط المستقيم هو حاصل قسمة المسافة على الزمن وهو سرعة متوسطة متجهة للجسم. لنتذكر أيضا كيف يمكننا حساب الميل. لحساب الميل يجب علينا اختيار نقطتين على المنحنى كما تلاحظون. إذن هنا اخترنا هذه النقطة الأولى وهذه إحداثياتها، واخترنا النقطة الثانية وهذه إحداثياتها. إذن القانون الV، السرعة، التغير في المحور الرأسي دلتا دي على التغير في المحور الأفقي، ويساوي دي 2 ناقصا دي 1 على تي 2 ناقصا تي 1. الآن نحدد الإحداثيات لحساب الميل ونطبق، وسوف نطبق على مثال عملي بعد قليل. ملحوظة: عند استخدام مصطلح السرعة فإننا نعني السرعة المتوسطة المتجهة. غلق الهدف الثاني. الآن أوجد السرعة المتوسطة معتمدا على منحنى الموقع والزمن. هذا المنحنى، أولا القانون، التغير في المحور الرأسي على التغير في المحور الأفقي. المحور الرأسي مسافة، إذن D2 ناقصا D1 على التغير في المحور الأفقي وهو التغير في الزمن، ويساوي T2 ناقصا T1. هذا هو الخط المستقيم الذي نريد حساب ميله، وميله يمثل السرعة المتوسطة. لحساب الميل يجب أن نعين نقطتين كما أسلفنا، ولتكن هذه النقطة A. الآن عزيز الطالب، ما إحداثيات هذه النقطة؟ إذن هذا 1.5 ويمثل T1، وهذا الإحداثي الآخر الذي يمثل 6 وهو D1. إذن النقطة الأولى إحداثياتها 1.5 في الزمن T1 والD2 6، هذه النقطة A. النقطة B، النقطة B وإحداثياتها كما ترى 4.5 و 18. إذن هذه إحداثيات النقطة، هذه T1 D1 T2 D2.
to، ومن ثم نأتي إلى تطبيق هذه العلاقة. وبالتالي تكون العلاقة V D2 ناقصا D1 على T2 ناقصا T1 ويساوي 18 ناقص 6 على 4.5 ناقص 1.5 ويساوي 4 متر لكل ثانية. إذن ميل الخط المستقيم لمنحنى الموقع والزمن هو السرعة المتوسطة وتساوي 4 متر لكل ثانية. أحسنتم. الآن نأتي إلى تعيين السرعة اللحظية من منحنى الموقع والزمن. ماذا يمثل مؤشر عداد السيارة؟ نعم أحسنتم، سرعة السيارة عند لحظة معينة وتعرف بالسرعة اللحظية. لاحظ أن مؤشر العداد يتغير عند كل لحظة، فمثلا عند هذه اللحظة 30 40 وهكذا. إذن هذه هي السرعة اللحظية للسيارة عند لحظة معينة. الآن لنأتي إلى حساب السرعة اللحظية من منحنى الموقع والزمن. لنفترض على سبيل المثال أردنا حساب سرعة السيارة عند لحظة معينة، ولتكن هذه اللحظة مثلا عند الزمن 3 ثواني. نأتي إلى الزمن 3 ثواني ونستخرج المسافة المقابلة لها وهي 15 متر، ثم نطبق القانون البسيط التالي: الـ V السرعة تساوي حاصل قسمة المسافة على الزمن. المسافة كما استخرجناها عند اللحظة 3 ثواني 15، والزمن 3، 15 على 3 ويساوي 5 متر لكل ثانية. إذن السرعة اللحظية للجسم عند الزمن أو عند اللحظة 3 ثانية هو 5 متر لكل ثانية. تحليل الرسوم البيانية للمسافة مقابل الزمن. لننظر إلى المنحنى التالي. يبين الرسم وجود 3 سرعات مختلفة للعداء في المنطقة من A إلى B، ومن ثم من B إلى C، ومن ثم من C إلى D. أولا لنأتي إلى الفترة الزمنية أو المنطقة من A إلى B. تبين أن سرعة انطلاق العداء بطيئة وقطع فيها العداء 10 متر في 4 ثواني. إذن هذه المسافة المقطوعة والزمن المستغرق لقطع هذه المسافة كما تشاهدون 4 ثواني. إذن هذه هي الفترة الزمنية من A إلى B. لنأتي إلى المنطقة من B إلى C أو الفترة الزمنية من B إلى C. يبين ميل الخط المستقيم أن السرعة ازدادت حتى وصلت إلى 20 متر في 3 ثواني فقط. إذن المسافة المقطوعة وصلت إلى 20 متر في زمن مقداره فقط 3 ثواني. في المنطقة من C إلى D، الجزء الأخير يشير إلى تباطؤ في سرعة العداء، حيث أنه قطع مسافة 5 متر في زمن قدره 5 ثواني. قطع العداء مسافة كلية مقدارها 35 متر في زمن مقداره، إذن هذه المسافة الكلية التي قطعها العداء 35 متر في زمن مقداره 12 ثانية، أي أن سرعته المتوسطة تساوي 2.92 متر لكل ثانية. مثال: الشكل المقابل يمثل نتائج 3 متسابقين يسيرون بسرعات مختلفة، أي المتسابقين أسرع ولماذا؟ كما أسلفنا قبل قليل فإن السرعة المتجهة المتوسطة للجسم هي ميل منحنى الموقع والزمن. الآن الأكبر ميلا معناه أنه أكبر سرعة. لننظر A و B و C، نلاحظ أن A أكثر ميلا بمعنى أنه قطع مسافة أكبر في زمن أقل، وبالتالي إذن الجسم A له سرعة أكبر لأن ميله أكبر. إذن نلاحظ من الرسم
أن المتسابق A له ميل أكبر من B وC، إذن هو أسرع منهما. من الرسم البياني يتضح: 1. يمثل الخط A بيانات لمتسابق يسير بسرعة 20 متر لكل ثانية. لو قمنا بحساب ميل الخط المستقيم لوجدناه 20 متر لكل ثانية، بمعنى أن هذه هي السرعة المتجهة المتوسطة للجسم. يمثل الخط B بيانات لمتسابق يسير بسرعة 10 متر لكل ثانية لأن ميله أقل. ويمثل الخط C بيانات لمتسابق يسير بسرعة 5 متر لكل ثانية. تمرين 1 صفحة 27. ما هي السرعة المتوسطة للجزء من A إلى B؟ إذن هذه هي الفترة أو المنطقة من A إلى B. لننظر لنستخرج المعطيات. أولا نأخذ نقطتين، النقطة A وهي نقطة الأصل وإحداثياتها 0 و0، والنقطة الثانية B وإحداثياتها 4 و10. نطبق قانون الميل، التغير في المحور الرأسي على التغير في المحور الأفقي وهو الزمن، D2 ناقصا D1 على T2 ناقصا T1، هذه تمثل T1 D1 T2 و D2، ثم نعوض في القانون 10 ناقص 0 4 ناقص 0، وتكون السرعة المتوسطة للجسم 2.5 متر لكل ثانية، أي أن الإجابة الصحيحة هي الإجابة A. لنأتي إلى تمرين 2 أيضا صفحة 27. ما هي السرعة المتوسطة للجزء من B إلى C؟ إذا نريد هنا من الجزء B إلى الجزء C. نفس الشيء، نحدد نقطتين، النقطة الأولى B وإحداثياتها 4 و10 كما تشاهدون، والنقطة الثانية C إحداثياتها 36. إذن هذه تمثل T1 D1 T2 و D2، ثم نطبق في قانون الميل التغير في المحور الرأسي وهو التغير في المسافة على التغير في المحور الأفقي وهو الزمن، D2 ناقصا D1 على T2 ناقصا T1، ثم نعوض في الأرقام فتكون النتيجة 10 متر لكل ثانية، أي أن السرعة المتوسطة للجزء C إلى B الإجابة B وهي 10 متر لكل ثانية. لنأتي إلى التمرين رقم 3 صفحة 27. ما هي السرعة المتوسطة للجزء من A إلى D؟ إذا من بداية الحركة إلى الجزء D، نفس الطريقة، نأخذ نقطتين، نأخذ النقطة الأولى اللي هي نقطة الأصل وإحداثياتها 0 و0، والنقطة الثانية D وإحداثياتها كما تشاهدون 49. إذن هذه T1 D1 وهذه T2 و D2، ثم نطبق قانون الميل اللي هو السرعة المتوسطة للجسم، ويساوي التغير في المحور الأفقي أو التغير في المحور الرأسي على التغير في المحور الأفقي، التغير في المسافة على التغير في الزمن، D2 ناقصا D1 على T2 ناقصا T1، وعليه تكون النتيجة 4.4 متر لكل ثانية، وبذلك تكون الإجابة الصحيحة هي الإجابة A. تمرين 4 صفحة 27. ما هي المسافة الإجمالية المقطوعة في 12 ثانية؟ إذن نريد المسافة الإجمالية، نأخذ مجموع المسافات، المسافة من A إلى B، ثم المسافة من B إلى C، ثم المسافة من C إلى D، ثم المسافة من C إلى E. نأخذ مجموع المسافات التي قطعها الجسم خلال كل فترة زمنية. نلاحظ في الفترة الأولى قطع مسافة 10، إذن 10 زائد المنطقة الثانية من C إلى B قطع مسافة 20 متر، ومن ثم 10 أمتار وزائدا 30، وعليه تكون النتيجة المسافة الإجمالية المقطوعة 70 متر.
مضمار الدراجات المنحني، وهو عبارة عن مضمار عالي الانحناء يستضيف سباقات السرعة العالية كما في حلبة لوسيل في قطر. في السباق الذي يشتمل على لفتين يقوم المتسابقون بقيادة دراجاتهم في اللفة الأولى بسرعة بطيئة تكون فيها دراجاتهم منتصبة على المسار، ولا يمكنهم اجتياز خط للبدء في اللفة الثانية إلا عند قرع الجرس، وإذا لمست أرجلهم أرض الحلبة يخرجون من السباق. على المتسابقين الاقتراب من خط الانطلاق قدر الإمكان دون تجاوزه، وعند قرع الجرس تبدأ اللفة الثانية العادية والسريعة من السباق على أطول لفة. مضمار الدراجات المنحني يبين الرسم البياني المقابل لسباق أطول لفة، حيث أن إذن المنطقة واحد من A إلى B هذه تمثل أطول لفة. يوضح هذا الجزء أول لفة، ويتم قطع كما تشاهدون مسافة 300 متر خلال زمن مقداره 35 ثانية. بينما في المنطقة الثانية من B إلى C يوضح هذا الجزء اللفة الثانية، ويتم قطع نفس المسافة 300 متر، إذا نفس المسافة 300 متر، من 300 إلى 600 تكون المسافة المقطوعة 300 متر في زمن مقداره 10 ثوان. تمرين 10 صفحة 31. استغرق سباق أطول لفة وطولها 250 مترا 75 ثانية في اللفة الأولى و12 ثانية في اللفة الثانية، ما السرعة المتوسطة لسباق اللفتين؟ المعطيات: المسافة الكلية 500 متر، والزمن مجموع زمن اللفة الأولى زائد زمن اللفة الثانية ويكون 87 ثانية. المطلوب السرعة المتوسطة. نطبق القانون V تساوي D مقسومة على T، المسافة 500 على الزمن 87 فتكون السرعة 5.74 متر لكل ثانية. انتهى الدرس، مع تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والتفوق.